يعطيكم العافية بخضم هالأزمات المستمرة اللي عم يتعرضها لبنان، وبإطار مجلس الأمن المركزي المفتوح يعني نحن عم نخلي اجتماعاته مفتوحة. اجتمعنا اليوم بمجلس الأمن الداخلي المركزي بحضور مدير عام التمييز رئيس جمال حجار، الألوية قادة الأجهزة الأمنية، محافظ بيروت ومدير عام الدفاع المدني، ممثلي الجيش وجهاز أمن المطار، وكذلك الأجهزة الإعلامية الأمنية الاستباقية. بداية نحن بدنا نعزي بالشهداء، يلي عم يسقطوا على بمناطق متفرقة من الأراضي اللبنانية. بدنا نعزي بالشهداء الأبرياء، بدنا نعزي بالأطفال، بالنساء، بكل واحد عم يكون بالفعل شهيد وضحية، وبدنا نتمنى للشهداء للجرحى الشفاء العاجل. بدنا نعزي وبدنا نذكر شهداء الدفاع المدني اللي سقطوا امبارح بدير دغيا بغارة قضت على مركز الدفاع المدني وسقط فيها للأسف 5 شهداء من عناصر الدفاع المدني. نحن بدنا نقول انه اليوم للوحدة الوطنية، لانه الوحدة الوطنية هي بتساعد بحفظ الامن، وكمان الامن بيساعد على ترسيخ الوحدة الوطنية. اذا نحن عم نحكي بالوحدة الوطنية ونحن عم نعمل هالعلاقة بين الامن وبين الوحدة الوطنية لحتى نركز اكثر واكثر على الامن، على امن الناس، على امن بيروت، على امن كل لبنان. ترعمل امن بدنا وعي اكثر، وعي لعدم الفتنه، وعي اكثر لحتى يكون الحظ، ولحتى يكون الدعاية، ولحتى يكون الاعلام، ولحتى يكون التواصل الاجتماعي، ولحتى تكون حتى الخطب الدينيه تدعو الى التماسك والتعاضد والوحده الوطنيه مش للتفرقه. تما أقول أكثر من هيك، نحن بده يكون خطابنا خطاب وحدوي، بده يكون خطابنا خطاب تماسك، لأنه بهيدا التماسك بنمنع أي فتنة لا سمح الله ممكن يكون حدا عم يروج لها، ومنأدي لمنساعد منكون عم نساعد رجال الأمن. الأجهزة الأمنية جاهزة، الأجهزة الأمنية موجودة، الأجهزة الأمنية والعسكرية كمان عم تقوم بكل بدورة الحجز عم يكون لعناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية بالحد الأقصى. كل الضباط موجودين، كل الضباط عم يكونوا موجودين، العناصر عم يكونوا موجودين، عم يخدموا أكثر من 70%، يعني طاقة قصوى. أنا هون بدي أرجع أقول كمان مرة بالنسبة لكل يلي عم يقولوا إنه ما في قوى أمن ببيروت، قوى الأمن مش موجودة ببيروت، إنه قوى الأمن الداخلي موجودة ببيروت بعديد شرطة بيروت و1100. المدير العام قوى الأمن الداخلي عززهم بالقوى السيارة، وعززهم بعناصر من خارج بيروت، وعززهم بضباط من خارج بيروت، وعززهم بالقوة الضاربة من شعبة المعلومات. بس ما حدا يعتبر إنه من بالأمر السهل إنه يكون فيها العدد الإضافي من النازحين، هالعدد الإضافي من أهلنا النازحين، هالعدد الإضافي من المقيمين ببيروت. نحن بالنسبة لوضع بيروت وبالنسبة لتعليقا على الموضوع يلي أثير واللي صار مبارح، بدي أقول للمواطنين إنه نحن كان في على الكورنيش البحري بمدينة بيروت مش بس نازحين من مختلف الجنسيات، ومش بس سوريين، كان في خيام، وكان في أراجيل، وكان في ناس فاتحة مصالح، وكان في خفين، يعني كان في محاولة أو بداية لبناء غرف باطونية على كورنيش بيروت البحري، وهيدا موضوع ما بيقبلوا لا القوى الأمنية، ولا بتقبلوا السلطة القضائية، ولا بيقبلوا أهل بيروت، ولا بيقبلوا أي أهل لبنان، ولا بيقبلوا أهلنا النازحين، لأنه بيروت عاصمة لبنان، بيروت لكل لبنان، بيروت بدنا نحميها، بيروت بدنا نحافظ عليها، لأنه لما بنحافظ على بيروت بنكون عم نحافظ على بيروت لكل اللبنانيين، ونكون عم نحافظ على لبنان. الموضوع اللي أثير مبارح هو موضوع كان لحماية لبنان، لحماية بيروت، لحماية اللبنانية كلهم، أهل بيروت واللي مش أهل بيروت. نحن ببيروت عدد النزوح هو العدد الأكبر، ببيروت مراكز الإيواء كمان أعدادها كبيرة، إنما نحن
رح ننقل للسرايا الحكومي انه نحن بحاجه اكثر لمراكز ايواء ببيروت، مراكز ايواء ببيروت يلي حيكونوا فيها الاشخاص النازحين يلي موجودين حاليا بالتعدي، والاشخاص النازحين يلي حاليا موجودين بدون مركز ايواء او بدون مأوى. هيدا الموضوع كتير ضروري، هيدا الموضوع بخفف عن الطرقات، هيدا الموضوع بخفف عن بيروت، هيدا الموضوع هو يلي لازم يكون تبعا للإنسانية وتبعا لكرامة الإنسان وتبعا لكرامة النازحين يلي نحنا من نحرص عليها ومنصر عليها، لأنه كرامة اللبنانيين بهالظروف الصعبة هي موضوع كتير مهم، وهي موضوع نتحمله، وهي موضوع مسؤولية. بالنسبة لموضوع زحمة السير، أنا بدي أقول للمواطنين إنه زحمة السير ببيروت، تخيلوا إنه نحن عنا كل عمرة بيروت ما بتسع سيارة زيادة، أنا عندي 60,000 سيارة زيادة ببيروت، 60,000 سيارة إذا وقفوا ما في مطرح يوقفوا، إذا تحركوا ما في مطرح يتحركوا، من هيك عم يكون في زحمة السير زيادة، وهيك كل التوجيهات ومدير عام القوى الأمن الداخلي موجود، كل التوجيهات لكل العناصر الأمنية أعطيت من قبل المدير العام القوى الأمن الداخلي لتأمين قدر الإمكان السير ببيروت. بنرجع بنحكي مرة تانية على التعديات على الأملاك الخاصة وعلى التعديات على الأملاك العامة، لأنه الأملاك العامة هي أملاك كل الناس، إنما الأملاك العامة هي أملاك مش للتعدي، الأملاك العامة هي أملاك للحفاظ عليها، لأنه الملك العام هو ملك اللبنانيين كلهم، هو مظهر الدولة، فبالتالي المحافظة على الأملاك العامة هو مظهر حضاري، ونحن ما رح نقبل والقوى الأمنية ما رح تقبل والدولة ما رح تقبل أن يكون التعدي على الأملاك العامة بالطريقة اللي ذكرتها بالخفين والخيم بالطريقة اللي ذكرتها من شوي. بالنسبة للتعدي على الأملاك الخاصة، قال حضرة مدعي عام التمييز أنه في إشارة قضائية لعدم السماح بالتعدي على الأملاك الخاصة ولإخلاء المتعدين على الأملاك الخاصة. نحن قلنا أنه هيدا الموضوع عم تنجزه القوى الأمنية، هيدا الموضوع عم تقوم فيه القوى الأمنية طبعا بدون عنف، هيدا الموضوع عم تقوم فيه القوى الأمنية بالطريقة اللازمة. ونحن برجع بقول أنه نحن نحرص أنه يكون في مراكز إيواء، مراكز إيواء تافية للموجودين أو يلي عم يتعدوا على الأملاك الخاصة أو على الأملاك العامة، التزاما منا بكرامة الإنسان وبحقوق الإنسان. هيدا الموضوع رح نشتغل عليه ورح نبلغه للسرايا الحكومي لحتى نقدر نكون عم نأمن هيدا الموضوع اللازم. بالنسبة لجهد الاستعلامي والاستباقي، هيدا كمان المخابرات الجيش وشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي ومعلومات الأمن العام وحتى أمن الدولة وكل الأجهزة عم تشتغل عليه أكثر وأكثر، لأنه نحن اليوم بمحل ممنوع الفتنة، نحن اليوم بمحل موجودين عندنا تعرفوا كمية من عدد كبير من السوريين إلى جانب اللبنانيين، نحن عندنا كمان لبنانيين من غير مناطق موجودين بغير مناطق، فبالتالي نحن بدنا نحافظ أكثر وأكثر على السلم الأهلي، بدنا نحافظ أكثر وأكثر على الوحدة الوطنية، على التماسك الوطني، وبالتالي ما رح نخلي أي مجال لأي فتنة أو لأي إشكاليات أمنية بين لبناني ولبناني أو بين لبناني نازح ولبناني مقيم. ونحن منأكد على الوحدة الكبيرة بين الضيوف، وخلينا نسميهم ضيوف، بين الضيوف وبين المجتمعات المضيفة، ضمن إطار من التفاهم الوطني وضمن إطار من النظام والأمن والعلاقة الجيدة. أنا هون بدي أقول إنه الدفاع المدني كمان، الدفاع المدني عم يقوم بجهد كتير كبير، الدفاع المدني عم يقوم بتضحيات كتير كبيرة، الدفاع المدني دائما حد أهله، الدفاع المدني موجود وعم يسقطلوش وهدا. بالنسبة لموضوع المطار، نحن بالاجتماع اللي صار من 3 أيام بالسرايا الحكومي أكدنا على المؤكد، أكدنا على تطبيق القانون، أكدنا على الدور الكبير لجهاز أمن المطار، جهاز أمن المطار يلي مؤلف من الجيش اللبناني، من قوى الأمن الداخلي، من الأمن العام، يعني من كل القوى الأمنية، وقائد جهاز أمن المطار معنا ويأكد لنا ونسمع منه تأكيد على أنه كل الإجراءات الأمنية اللازمة هي عم تتاخد بمطار رفيق الحريري الدولي، وهيدا الشيء لسلامة مطار رفيق الحريري الدولي، هيدا الشيء لسلامة لبنان، هيدا الشيء للحفاظ
على مطار رفيق حريري الدولي بدون تهديد، ولأنه هو المعبر الوحيد، والمعبر الوحيد الجوي هو المعبر الأساسي لوصول اللبنانيين يلي بدون يجوا من برا، المعبر الأساسي لوصول المساعدات اللي عم تجي إلى الدولة اللبنانية بهالأزمة، هو المعبر الأساسي لخروج اللبنانيين وغير اللبنانيين يلي هني عم يطلعوا لبرات لبنان، عم يغادروا لعملهم أو عم يروحوا لبلادهم. التعديات عندنا إياها بالأرقام، التعديات على الأملاك الخاصة التي لا تزال موجودة، واللي قوى الأمن الداخلي من أول يوم، يلي قوى الأمن الداخلي من أول يوم عم تشتغل لتخفيف منها أو لإزالتها، نجحت قوى الأمن الداخلي لتخفف منها أو إزالتها، وما حدا حس بأي مشكل، لأنه بالفعل عم تكون قيادة قوى الأمن الداخلي وزارة الداخلية على قدر كبير من الحكمة، من الشعور بحاجات الناس، من تقدير الظرف أو الأزمات يلي نحن عم نعيش فيها، ونحن مستمرين هيك أكثر وأكثر. أنا بدي أقول لأهل بيروت ولأهل كل لبنان إنه الوضع الأمني هو مسؤوليتنا ومسؤولية الأجهزة الأمنية ومسؤوليتكم. الفتنة ما إلها محل بيناتنا، فتنة ما إلها محل بين اللبنانية، وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بدهم يساعدونا، لأنه نحن هيدا، لأنه لما بيساعدونا بنكون نحن قطعنا نص الطريق، لأنه نحن هدفنا وهدفهم لبنان، هدفنا وهدف كل اللبنانيين لبنان. ما بدي برجع بشدد، ما بدنا نترك مجال للفتنة. أنا هون بحب أقول رقم إنه خلال الأسبوعين الأخيرين فقط 311,034، أكثر من 311,000 سوري غادروا الأراضي اللبنانية إلى سوريا عبر المعابر الشرعية. هيدا بدل يلي كنا عم نقوله دائما، إنه السوريين الموجودين في لبنان أو أغلب السوريين الموجودين في لبنان قادرين يروحوا على سوريا، لأنه هيدا العدد بيبين إنه ما في مشاكل أمنية وما في مشاكل تمنع السوريين أو أغلب السوريين إنه هن يروحوا على سوريا. سوريا بلدهم، سوريا بحاجة إلهم، ونحن كمان بحاجة للبنانيين بلبنان. نحن صباحاً اليوم عقد اجتماع مع UNHCR لمعالجة بعض الأمور المتعلقة بالسوريين، لحتى الموجودين السوريين في لبنان وخصوصاً في بيروت أو في بعض الأماكن أو في مراكز الإيواء اللي هي لازم تكون للبنانية، اللي نحن بنخصصها للبنانية، كيف نقدر نلاقي معالجة لهذا الحال ضمن إطار القوانين اللبنانية، ضمن إطار خطة الحكومة اللبنانية، وضمن إطار السيادة اللبنانية. دولة رئيس الحكومة حريص كتير على الأمن بالبلد، دولة رئيس الحكومة حريص كتير كان على استتباب النظام العام بالبلد، وهيدا اللي أكدنا عليه بمجلس الأمن المركزي بكل الضباط الأعضاء، وهيدا يلي مبقيين حنقوم فيه. شكرا معالي الوزير. يعني بالرغم من كل هذه التطمينات، إلا أن موضوع يعني حماية الملكية الخاصة يبقى في لبنان اليوم الإشكالية الكبرى، وهو ربما يعني يرتب التداعيات التي تحدثنا عنها بموضوع الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وكل هذه الموضوع. محاولات القوى الأمنية يبدو يعني لا زالت خجولة في هذه النقاط، يعني في عدد من الأماكن في لبنان. هذا سؤال. والسؤال الثاني، هل يعني صحيح بأن هناك شيء من السلاح الفردي داخل عدد من المراكز؟ أنا بدي أرجع أقول إنه القوى الأمنية اليوم عم تشتغل كتير كتير حلو. القوى الأمنية عم يكون دورها كتير كبير. المدير العام معنا وأنا على تواصل مع المدير العام يمكن أكثر من 20-30 مرة بالنهار وحتى لآخر الليل. القوى الأمنية دورها مش خجول. القوى الأمنية خليكن تقارنوا إنه بوقت عنا أكثر من 1,000,000 نازح لبناني، عندك كميات كبيرة من النازحين في مراكز الإيواء، والبعض منهم خارج مراكز الإيواء ببيروت، والبعض عم يحاول التعدي على الأملاك الخاصة وعلى الأملاك العامة، وبعض الموضوع عم ينحل يوم عن يوم، بعض الموضوع عم ينحل شوي شوي. ما في بلد بالعالم
تقدر تتحمل ربع سكينة ينزحوا من منطقة لمنطقة بظرف أيام وما يكون فيها هذه الإشكاليات. نحن القوى الأمنية عم تقوم بدورة مشهورة والإشكاليات عم تنحل من أول يوم بلشت تنحل وفي طريق الحل. بالنسبة للكلام عن وجود سلاح بمراكز الإيواء ما كنت بدي أحكي بالموضوع بس بدي أقول أكثر وأكثر إنه هيدي الأمور بس توصلنا. نحن عم نسأل عنها وعم نراجع عبر كل الأجهزة الأمنية وعبر كل الأوراق وعبر كل الأجهزة العسكرية وعبر الأجهزة الاستخبارات والمعلومات أكثرها مش صحيح. لبل بقدر أقول إنه حتى الخبر اللي طلع امبارح على بعض وسائل الإعلام إنه موجود سلاح بمركز إيواء بمنطقة ما فيها مراكز إيواء أو عندما يقال إنه في بعض الأشخاص يلي هن من أطراف معينة موجودين عم يعملوا ممارسات معينة نحن عم نتأكد منها ونحن وإذا كانت موجودة وهي قليلة لبل أقول نادرة ولا تتعلق بالسلاح نحن عم نعالجها فورا. فبخلي الناس يطمنوا وخلي الناس يساعدونا إنه نحن عم نعمل أمن نحن وياهم عم نعمل أمن وبالأمن ما في سياسي. مع الوزير هناك كلام عن أجواء فتنة عم تحضر البلد شو رأيك؟ دائما عم نقول انه اللبنانيين بيمنعوا الفتنه اللبنانيين كلهم بدهم يمنعوا الفتنه بتماسكهم بوحدتهم والقوى الامنيه والعسكريه سهرانه جيدا على قطع طريق اي محاوله للفتنه في البلد. بس هذا الموضوع كلنا بنعمله. القوى الأمنية عم تعمل واجباتها وعم تعمل واجباتها اللي بيقولها القانون واللي بيقولها النظام واللي بدهم إياها كل اللبنانيين. ولا مرة القوى الأمنية منعت بيع قهوة إنه هو يبيع قهوة كل عمره كورنيش البحري ببيروت في ناس عم تبيع قهوة. فما يضخموا الأمور أو يغدوها بغير محل. شوفوا بيروت اليوم ويلي شايف بيروت مبارح بيلاقي إنه القوى الأمنية عملت بهدوء وبروى شغل كتير كبير. وصلنا معلومات انه قوى الامن دائما مبين منطقه الحمراء تحديدا وانه صار في مصادره لسلاح. هل هذا الشيء صحيح باطار الشيء اللي قلتوه من شوي في خطه وعم تتابعوا على المواضيع؟ القوى الامنيه عم تتابع الموضوع كثير منيح. يلي صار بالحمراء اول امبارح هو موضوع يتعلق باشكال سببه اشتراكات كهرباء والقوى الأمنية كلها دخلت بالموضوع وقدرت توقف مفتعلي الإشكالات وتصادر أي شيء بيمنع القانون أنه يكون موجود. هيدا عم قلك التفاصيل تقلك أنه نحن عارفين وعارفين بالأسماء والقوى الأمنية عم تشتغل على أبواب الشتاء. نحن حكينا مع دولة رئيس الحكومة واليوم أنا وجهت كتاب لكل المحافظين حتى يزودوني باحتياجاتهم من المازوت لحتى الهيئة العليا للإغاثة تأمنهم للتدفئة في مراكز الإيواء الباردة. وعلى الوزير في بعض اللبنانيين هلأ حكينا أنه نحن حنطلب من الحكومة أن هي تأمن تستكمل مراكز الإيواء وهذا الموضوع عم ينشغل بعدة طرق. كان في بعض اللبنانيين عم نشوفها على مساحات باكس وغيرها عم يعطوا اخبار لالعبوه الصهيوني بعد عدد كتير كبير وعم يشتغلوا كالعملاء. هل القوى الامنيه حتكون عم تاخذ دور معهم الاشخاص؟ القوى الامنيه انتم بتعرفوا انه هي بكل موضوع الشبكات من كل انواعها سواء عن التعامل او الارهاب او اي موضوع الشبكات من كل انواعها. ومعنا مدير المخابرات ورئيس شعبة المعلومات عملوا شغل كتير كبير ومستمرين عم يقوموا بشغل كتير كبير ويمكن مؤخرا صار شيء بيشبه هذا الموضوع واتخذ الاجراء القانوني بناء على اشاره مدعي عام تامين شخصيا. شكرا.
إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، كنا قد استمعنا إلى وزير الداخلية بسام مولوي. هو مؤتمر صحفي مهم جدا في ظل ما يحصل في الفترة الأخيرة، هو رد على مسألة التعديات على الكورنيش البحري، وقال بأن القوى الأمنية تقوم بواجبها على الكورنيش البحري. هناك كان مظاهر يعني غريبة بعض الشيء، هناك بعض الأشخاص الذين تعدوا على هذه الممتلكات من خلال بعض الأبنية أو بيع لي بعض الحاجيات الأساسية مثل القهوة وحتى الماء. بعض تحدث عن صور أظهرت بيع لي عدة مسائل في هذه المسألة. قال بأن ما يحصل بما حصل بالأمس كان لحماية لبنان وجميع اللبنانيين، ونحن بحاجة لمراكز إيواء أكبر في العاصمة، أي يعني القوى الأمنية اللي منعت هذه المسألة بالأمس على الكورنيش البحري. قامت بتقوم ببناء، أو وزارة الداخلية ستسعى مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن يتم تزويد لبنان بمراكز إيواء جديدة. قال بأن هناك خيم ومحاولة لبناء غرف بطنية على الكورنيش البحري، وهذا الأمر لا يمكن القبول به. هو تحدث عن مسألة الفتنة وقال بأن الأجهزة الأمنية جاهزة وموجودة وتقوم بكامل واجباتها. وأيضا قال بأن اليوم الأمن مستتب في لبنان، والقوى الأمنية مثل ما ذكرنا تقوم بواجباتها على أكمل وجه في هذا الإطار، لمنع الفتنة أولا، لمنع التعديات، لتأمين مراكز إيواء جديدة للنازحين من جنوب لبنان ومن الضاحية الجنوبية. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة شبيلي وعلي شاء.